إذا في هذه المحاكاة سوف ننتقل من الجسم العياني إلى الجسم الميكروسكوبي. إذا نحن الآن في الذرة حيث تكون من نواة تدور حول إلكترونات، ننتقل إلى النواة تتكون من نيوترونات وبروتونات، وبعد هذه الأنوية غير مستقرة لاحتوائها إما على طاقة زائدة أو على عدد نيوترونات أكبر من عدد بروتونات أو عدد بروتونات أكثر من عدد النيوترونات، مما يجعل النواة غير مستقرة، فتتحول تلقائياً عشوائياً حتمياً إلى أنوية أكثر استقرار مع إصدار إشعاع ألفا أو بيتا أو جاما، حيث ألفا هو عبارة عن ذرة عن نواة هيليوم تحتوي على بروتونين ونيترونين، بينما الإشعاع بيتا هو عبارة عن إصدار إلكترون في حالة بيتا ناقص وبوزيتون في حالة بيتا زائد. بالنسبة لإشعاعات جاما هي عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية ترافق في بعض الأحيان الإشعاعات بيتا أو الإشعاعات ألفا عندما تكون النواة الإبن غير مستقرة. في حالة ألفا قلنا 2 إلكترون 2 بروتون و 2 نيوترون، في حالة بيتا إصدار إما بوزيتون أو إلكترون، وفي حالة جاما إصدار أمواج كهرومغناطيسية.